مؤتمر أقيم على مدى يومين، وكنا قلقانين الحقيقة من التداعيات الأمنية يعني، لكن حضر حوالي 2000 طبيب من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى العديد من الخبراء إلى جانب حوالي 40 خبير على أعلى مستوى يرأسهم البروفيسورة مارتين بيكار رئيس الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام. والحقيقة كانت يعني الحمد لله احنا كانت معانا كرئيس شرف للمؤتمر. الحقيقة كان هناك كثير من الشخصيات المهمة في البحث العلمي، كان هناك طفرات علمية الحمد لله حدثت في المؤتمر، مثل استخدام العلاج الموجه فقط بدون العلاج الكيميائي ما قبل العمليات الجراحية، مما أدى إلى استجابة باثولوجية كاملة بنسبة 40%. ده بالنسبة لنا كعلماء ومتخصصين خبر رائع، لأن يعني بتخش بعد العملية الجراحية ما تلاقيش ولا خلية سرطانية تحت الميكروسكوب، ده إنجاز بدون استخدام العلاج الكيميائي. المؤتمر بيختص بأورام الثدي والأورام النسائية تحديدا، وفي أورام الثدي متكلمين كتير النهاردة على العلاج الموجه، اللي هو يعني بيختص انه بيعالج الورم تحديدا، ما بيعالجش الخلايا السليمة اللي حوالين الورم، وبالتالي المضاعفات الجانبية بتاعت العلاج الكيماوي أقل كتير. دي حاجة. الحاجة التانية بنتكلم عن حاجة اسمها ان كل مريض له علاج غير التاني بناء على التركيب الجيني بتاع الورم. في مريض بعمله تحليل جيني قبل ما بعالجه، المريض التحليل دوت بناء عليه بعرف اذا كان هيستجيب للعلاج ولا مش هيستجيب للعلاج. فدول النقطتين الاساسيين اللي احنا في المؤتمر النهارده، النقطه الاولانيه العلاج الموجه، والنقطه الثانيه العلاج المبني على التحليل الجيني للاورام اللي بيقول مين اللي هيستفيد اكتر استفاده من العلاج. الموارد الماديه متاحه عندنا في مصر، وان شاء الله يتم توجيهها للعلاج الكيميائي الموجه لسرطان الثدي، لأن الفترة دي بدأ سرطان الثدي يظهر بكميات كتيرة ويظهر بأعداد مهولة، وبالتالي لازم أنا أحافظ على العينين دي لأن أديها العلاج المضبوط والعلاج الأمثل، ولأن أديهم العلاج الأمثل لازم أخلي الدولة تشجعني ونبتدي العلاج الفعال، وبالتالي لازم نوفر كل مجهودات الدولة في العلاج الفعال ده. في خبرة جايين من بره وفي تقنيات بره بتحصل كتير، احنا استفدنا منهم على قد ما نقدر، ناخد من عندنا الحاجات اللي نقدر نعملها، والحاجات اللي هي صعبة شوية ممكن نشوف لو في بدايل ليها ممكن نعملها، ولو ما فيش بدايل نكتفي بان احنا عرفنا ومنساعد الناس ان احنا في يوم من الايام ممكن نعمل لهم الحاجات دي. لكن مش معنى ذلك ان العلاج اللي موجود في مصر علاج مش فعال، لا ده علاج فعال وبيجيب نتيجة كويسة قوي، بس بره غير هنا. يعني الدول الاوروبية بره امكانيات عالية فالى حد ما بيساعدوا بعلاج موجه، هنا العلاج الموجه بدأ يخش مصر وبدأ ياخد البريورتي وياخد المستوى العالي من الإمكانيات وبدأ يشتغل هنا في حالات كتير، أو بدأت تجيب العلاج الموجه وبدأت تاخده وبدأ يحسن في يعني في العمر، يطول عمرها حتى لو مدة بسيطة ممكن يطول العمر أكتر من كده، وبالتالي استفدنا منهم، وإن شاء الله في إمكانيات أحدث من كده إن ممكن نستخدم الحاجات دي فيما بعد إن شاء الله.